تتعدد الوسائل التي تساعد على إنقاص الوزن الزائد، منها رجيم الكيتو، هذا النظام الغذائي المنخفض في الكربوهيدرات والمرتفع في الدهون الذي يجعل الجسم أكثر فعالية في حرق الدهون والطاقة، مما يساهم في فقدان الكثير من الكيلوغرامات الإضافية بشكل سريع مقابل زيادة إمدادات الطاقة إلى الدماغ. تم استخدامه في أوائل القرن الماضي لعلاج الصرع لدى الأطفال، فيما بعد لاحظ العلماء تأثير هذا النظام في إنقاص الوزن بفعالية كبيرة، حيث تكون القيم الغذائية 70 إلى 80% دهون، 20 إلى 25 بروتين، 5 إلى 10% كربوهيدرات. الغالبية العظمى للدهون من احتياج الجسم للسعرات الحرارية بدلاً من الكربوهيدرات. أهم أنواعه النظام الكيتوجيني الأساسي المعياري، ويعتمد على تناول الأغذية بنسبة 75% من الدهون و20% من البروتين و5% من الكربوهيدرات من مصادر غير مباشرة مثل الجبن أو الخضروات. النظام الكيتوجيني الدوري، ويعتمد على اتباع نظام الكيتوجيني الأساسي لخمسة أيام في الأسبوع، بينما يتم تناول النشويات العالية بيومين متتابعين من الأسبوع. النظام الكيتوجيني المستهدف يعتمد على اتباع نظام الكيتو الأساسي مع تناول النشويات قبل ممارسة التمارين الرياضية فقط. النظام الكيتوجيني عالي البروتين، تكون نسبة الأغذية فيه 60% من الدهون و35% من البروتين و5% كربوهيدرات. أما أبرز فوائده، التقليل من نوبات الصرع عند الأطفال، فيلعب دوراً هاماً في علاج بعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني، حيث يعمل على خفض مستويات السكري في الدم، فضلاً عن التخلص من السمنة المفرطة. كما ينصح الأطباء مرضى السرطان باتباع الكيتو مع العلاج الكيميائي والإشعاعي. يساعد اتباع نظام الكيتو على تعزيز صحة الدماغ، وينصح باتباعه عند التقدم في العمر نظراً لقدرته على الوقاية من الزهايمر والخوف. أما مخاطره فأنه قد يتسبب في فقدان نسبة كبيرة من الكتلة العضلية، لأن البروتين لا يستطيع وحده المساهمة في بناء العضلات، كما من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى بسبب انخفاض كمية المياه المخزنة بالجسم عند التقليل من تناول الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، فضلاً عن الضعف العام بسبب عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه. هنالك أشخاص ممنوعون من اتباع الكيتو وهم مرضى السكري من النوع الأول، والحالات التي قامت باستئصال المرارة المسؤولة عن هضم الدهون، والمصابين باضطرابات الغدة الدرقية، لأن نظام الكيتو قد يعرضها لبعض المضاعفات عند اتباعه.